برحب بكم اعزائي المشاهدين مجددا في النادي الاهلي، نادي البطولات، نادي المعجزات، نادي كل الارقام القياسيه. معايا كابتن نهله سامح. نهله، برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك الفوز المره 10 في تاريخ النادي الاهلي والمره الثانيه على التوالي. الله يبارك فيك. الحمد لله طبعا على الفوز. كانت مباراه صعبه جدا من بدايتها، كنا خسرانين، بس الحمد لله قدرنا نرجع للماتش. يعني دورك كان النهارده موجود جوه الملعب وخارج الملعب، تحميس للعيبه، تقويه للعيبه، يمكن الشوط الاول كان دافع وكانه كان نقطه انطلاق للفوز بالمباراه. هو للاسف احنا كنا مبتدئين الماتش مشدودين شويه، كان علينا ضغط شويه، بس الحمد لله بعد كده يعني اتخلصنا من الحاجات دي كلها وقدرنا نلعب الحمد لله ونطلع اللي عندنا ونقدر نرجع بالماتش الحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا، الله يخليك. مستمرين اعزائي المشاهدين في تغطيتنا المتواصله المستمره للبطوله، وبينضم الينا الان يعني كوكبه من نجوم النادي الاهلي معانا كابتن ندى وليد. ندى، برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك الفوز النهارده، مبروك الانجاز اللي حصل. الحمد لله. البطوله كانت طبعا كانت صعبه قوي الحمد لله، الماتشات كانت كلها صعبه، بس الفرقه كلها كانت متوازنه. احنا عندنا الفرقه كلها الحمد لله كويسه، كابتن حمدي كان مدينا التعليمات من الاول صح كويس، فالحمد لله يعني الدنيا مشيت معانا كويس وكسبنا الحمد لله. قريتوا الفرقه صح النهارده، قدرتوا تسيطروا على الجيم، نقطه انطلاق الشوط الاول نحو الفوز. يمكن البدايه كانت متذبذبه شويه، لكن اديتوا اداء اكثر من رائع في الثلاث اشواط الثانيين. طبعا احنا قعدنا يعني احنا بقالنا ثلاث ايام تقريبا بنتفرج على كارتاج، بنشوف احنا كل واحده هتمسك ايه، الارساتهم عامله ازاي، الديفنس هنقف ازاي، فقريناهم كويس قوي، ده ساعدنا. طبعا اول شوط ربنا ما وفقناش فيه، بس احنا كنا داخلين الاول خضه، بعد كده الحمد لله ربنا وفقنا وعرفنا نكسب الحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا. مستمرين اعزائي المشاهدين، بينضم الينا الان لاعبه النادي الاهلي المتالقه فريده العسقلاني. فريده، برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، وانجاز كبير جدا، انجاز المره الثانيه على التوالي، النجاح تحقيقه سهل لكن الحفاظ عليه صعب، وده سر نجاح النادي الاهلي. طبعا النهارده كان ماتش صعب قوي، هي بتقول عامه كانت صعبه، كان في ضغط عصبي طول الماتش فظيع، وممكن يبقى ده باين في اول شوط ان احنا ما كناش قادرين نلعب قوي، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني وفقنا بقيه الماتش، والحمد لله يعني احنا كنا مبسوطين قوي وكنا لعبنا حلو قوي، فالحمد لله يعني. ابرز تعليمات الكابتن حمدي الصافي ليكم النهارده كانت ايه؟ ان احنا نفضل ما يكونش علينا ضغط ونلعب براحتنا، عشان لما بيبقى عندنا ضغط مش بنعرف نلعب كويس قوي، واحنا الحمد لله عرفنا نعمل كده وكسبنا الحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا. مستمرين اعزائي المشاهدين، ومعانا كابتن آية الشامي، أداء أكثر من رائع النهارده، برحب بيك في البداية، مبروك الفوز، مبروك الإنجاز العظيم، أداء ولا أروع ولا أحلى ولا أقوى النهارده، شرفتوا النادي الأهلي، شرفتوا مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعًا الحمد لله الفوز ده كان بالنسبة لنا مهم جدًا، يعني ما ينفعش يجي الجمهور ده كله ويروح زعلان. الحمد لله احنا يمكن في اول الجيم بس تعبنا شويه في الماتش، كنا قلقانين قوي زياده، بس بعد كده ركزنا قوي وتركيزنا الحمد لله جه في مكانه، والحمد لله فوزنا 3-1. تقول ايه للجمهور العظيم؟ يمكن الجمهور بعد الشوط الاول يعني هو جمهور من اول الماتش زئير وهتاف ومسانده ومؤازره غير طبيعيه، لكن بعد الشوط الاول تطور الهتاف، نقطه تحول، قدرتوا تكسبوا ثلاث اشواط بمنتهى القوه النهارده. ايه، انا شايفه ان الجمهور ده لو ما حضرش احنا ما كناش هنكسب الماتش ده، او عمره ما هيطلع بالطريقه دي، الجمهور ده من غيره ما يبقاش فيه اي فوز، وحتى لو فوزنا ما كانش هيبقى ليه اي طعم من غيرهم الحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا. دي جدا، شكرا. لسه مع الفرحه الاهلاويه، لسه مع الانجاز الاهلاوي، لسه مع القوة الأهلاوية النهاردة في البطولة. معانا بينضم إلينا كابتن سارة. سارة، برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضرتك. إنجاز كبير، إنجاز عظيم النهاردة، متواجدين النهاردة في المحافل الأفريقية بقوة، أفريقيا كلها بتقول لكم أنتوا بطل القارة. شكرا والله، احنا ولا حاجه والله، من غير الجمهور ده ومن غير الاداره اللي ساعدتنا ومن غير كل حاجه حصلت، احنا بنستعد للبطوله دي من زمان جدا، من شهر واحد، من شهر ثلاثه، الحمد لله النهارده ربنا كرمنا وكسبنا البطوله. كان ماتش صعب في الاول وخسرنا اول جيم، بس الحمد لله عرفنا ان احنا نتغلب على الفرقه الحمد لله، يا رب يعني كسبنا الحمد لله. قدرتوا تهدوا بعد الشوط الاولاني، يمكن كابتن حمدي الصافي كان له دور كبير النهارده ان هو يهديكوا، قولوا لي سر الكواليس من الشوط الاول لما بعد الشوط الاول في تهدئه اللاعبين النهارده. احنا قلنا ان دي يعني بطوله على ارضنا، ما ينفعش ان احنا نخسر ولا اي حاجه، عرفنا ان احنا نتغلب على نقط ضعفنا، ويعني وعرفنا ان احنا نلعب اكتر على نفسنا، والحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا، الله يبارك فيك. ولسه مع الفرحه، لسه مع الانجاز، معانا النهارده كابتن سهيله. سهيله، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك الفوز، انجاز عظيم جدا للمره الثانيه على التوالي على ارضنا ووسط جماهيرنا. الحمد لله، يعني هو ما كانش فريق يستهان بيه ابدا يعني، وكانوا هم فرقه كويسه جدا داعمين الفريق باكتر من لعيبه، والحمد لله احنا قدرنا ان احنا نكسب يعني الحمد لله، بتوجيه كابتن حمدي وبقيه الجهاز يعني الحمد لله. قولي لي ابرز تعليمات الكابتن حمدي الصافي ليك النهارده ايه؟
والله كان لكل الفريق عامه ان احنا نهدى وان احنا يعني الحمد لله احسن وان احنا بس ما نتوترش ويعني هنكسب باذن الله يعني. بس شرفتوا النادي الاهلي، شرفتوا مجلس اداره النادي الاهلي، شرفتوا كل الاهلاويه اللي كانوا بيتابعوكوا النهارده، مبروك الفوز. الله يبارك في حضرتك، شكرا. لسه مع الفرحه، لسه مع الاهلاويه، لسه مع زائري الجماهير. معنا كابتن نجلاء لاعبه سابقه. كابتن نجلاء برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، منورانا ومشرفانا، مبروك الفوز، مبروك الانجاز النهارده، تقول ايه على الانجاز العظيم ده؟ اولا ربنا يخليك والف مبروك للنادي الاهلي كله وجمهوره واعضاء مجلس ادارته، وبسلم على كابتن خالد العوضي والاستوديو التحليلي كابتن ياسر عبد الكريم، كابتن ساره وكابتن انجي، والف مبروك على فوزنا النهارده. الحمد لله كسبنا بانتصار يعني، الحمد لله رب العالمين. النهارده تطور نوعي من الشوط الاولاني، يمكن كان نقطه انطلاق النهارده لثلاث اشواط في منتهى القوه. النادي الاهلي ادى اداء ولا اروع النهارده كابتن نجلاء. صحيح، هو بدانا الشوط الاول باهتزاز بعض اللعيبه شويه، كانوا مهتزين جدا وعندهم شويه قلق، فكان الكره الاولى عندنا الاستقبال بتاعنا كان ضايع، بس الحمد لله قدرنا من بدايه الشوط الثاني نظبط الاستقبال ونضغط بالكور السريعه، والحمد لله لحد ما نهينا المباراه 3-1 لصالحنا الحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك يا ادهم، شكرا، ربنا يخليك. طريق البطولات دايما عنوانه النادي الاهلي، طريق البطولات دايما عنوانه قوة النادي الأهلي، فوز النادي الأهلي سر نجاح النادي الأهلي، تغطيتنا لسه متواصلة، لسه مستمرة لفوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية للأندية الأبطال لكرة الطائرة سيدات. العودة مرة أخرى ليك كابتن خالد في الاستوديو، تفضل.